أنا خريجة مدارس راهبات فرنسي، آداب فرنسي جامعة عين شمس. اشتغلت في مدارس انترناشونال كتير، كنت اتش او دي هيد اوف ديبارتمنت في مدارس نرمين اسماعيل في التجمع، وهيد اوف ديبارتمنت في مدارس مينيس في مصر الإسماعيلية، ومدارس تانية كتير. والحمد لله دخلت مجال الأونلاين بقالي دلوقتي أكتر من 3 سنين، ويمكن أنا كنت من أول المدرسين اللي دخلوا مجال الأونلاين. النهارده هنتكلم مع بعض عن السبجكت اللي كلكم بتخافوا تاخدوها او مش بتحبوا تختاروها، وان شاء الله اي هوب بعد ما تحضروا السيشن دي تغيروا رايكم، لانه الفرنش ماده حلوه جدا وبتكتسبوا لغه والكيرف فيها حلو. طيب بالنسبة للبيبر اللي عندنا، احنا عندنا 4 بيبر، عندنا 4 بيبر. بيبر 1 listening، بيبر 2 reading، بيبر 3 speaking، وبيبر 4 writing. طبعا اللي هيشوف انه السبجكت بتاعتنا فيها 4 بيبر هيقول ان ده كتير، هي فعلا تعتبر ماده طويله لكن مش ماده صعبه خالص. يعني هي بيكون ممارسه للغه اللي انتوا تقريبا درستوها خلال السنين اللي فاتت. يعني انتوا اكيد اغلبكم درس فرنش، في ناس درست من جريد 4 او من جريد 2 او من جريد 1 حسب كل مدرسه. فاحنا في جريد 10 مش بندي للولاد حاجه جديده، لا احنا بنشوف بنتست هم وصلوا لانهي مرحله في اللغه. واللي فيكم دخل امتحان الدلف عارف الكلام ده كويس، لانه في لو عملنا كومباريزن ما بين الدلف، امتحان الدلف اللي هو بيبقى من الكادر الاوروبي وبيبقى شهادته معتمده، واغلبيه المدارس دلوقتي بتخلي الولاد يخشوا دلف بالذات المدارس البريطاني، فبنلاقي انه هي يعني ده بيديكوا ثقه لو انتم معاكم امتحان الدلف، لانكم تقريبا بتشتغلوا على الفور بيبر اللي انتم اوريدي اشتغلتوا عليهم في امتحان الدلف. طيب نتكلم بقى عن كل بيبر لوحدها. اول حاجه معانا listening، اوكي، اللي هي بيبر 1. listening ده بيكون عباره عن اوديو بنسمعه مرتين، اوكي، بيبقى معانا امتحان او اسئله بنبتدي نسمع اول مره ونجاوب، وغالبا في حاجه ممكن ما نسمعهاش او نبقى عايزين نتاكد منها، بيكون في اعاده للاوديو عشان كلنا نقدر نجاوب. هو بيبقى متقسم توا سيكسيون زي ما احنا شايفين، اوكي، وبيبقى تقريبا ساعه الا ربع، ساعه الا ربع الامتحان. طبعا في ناس بتخاف من الليسننج لانه بيقولوا بيكلموا بسرعه احنا ما بنلحقش نسمع خالص. لو احنا عملنا براكتس على الليسننج يبقى احنا هنخش مش هنلاقي اي حاجه جديده ولا اي حاجه غريبه. الموضوع كله ان انا لازم اسمع كتير، وده طبعا بيكون خلال الفيديوز والاوديو اللي احنا بنشغلها في الكورس بتاعنا. فمخاوفكم من حكايه الليسننج دي بعد ما نعمل براكتس بتختفي تماما، بتبقوا متعودين على الاوديو سمعتوه كتير. بيبر 2 اللي هي الريدنج دي بتبقى اسهل واحده، يعني احنا ممكن نقفلها من غير ما يبقاش عندنا ولا غلطه. وعايزه اقول لكم انه يمكن في ناس بتغلط غلطات هبله، يعني مش المفروض ان احنا نيجي مثلا في اول سيكسيون ونضيع منا درجات عشان مثلا، يعني في سنه جابوا صوره تعبان وما الاولاد ما عرفوش تعبان يعني ايه بالفرنسيه، يعني تكاد تكون حاجات هبله اللي احنا المفروض نبقى طالعين بيز عندنا وعارفينها كويس. احنا اكيد عدى علينا التوبيك اللي هنشتغلها مع بعض، الهدوم والاكل والاماكن والحاجات دي كلها، والانيمالز والفروتس والفيجيتابلز، كل ده عدى علينا بالفرنش، بس يمكن مش عارفينه ومش فاكرينه مش مراجعين عليه. فطبعا مع التمرير كل ده خلاص بيبقى معروف بالنسبه لنا. الريدنج بيبقى برده توا سيكسيون وبيكون مدته ساعة، وفعلا بيكون سهل، يمكن هو أسهل في الأربعة بيبر كلهم.
برضو في يعني ناس بيخافوا من السبيكينج، هي حكاية ان في اكزاميناتور حد هيمتحني وابقى قاعدة قدامه شوية ممكن تعمل رهبة، بس مع برضو البراكتس كتير لازم نعمل براكتس كتير على السبيكينج. هو بيبقى عبارة عن 3 تيست، اللي هو بنعمل رول بلاي، يعني بيطلب منك الاكزاميناتور تعملي حاجة، مثلا تشتري حاجة أو تحجزي تعملي ريزرفاسيون في أوتيل أو في ريستوران، وبيبقى حاجة ما بتاخدش غير 5 minutes بالظبط. وفي كمان topic presentation، التوبيك presentation دي بتكوني انت اوريدي او انت مجهزها من قبل كده وانت بتختارها، يعني انت المفروض مع البروفيسور المدرس بتاعك بتتفقوا على التوبيك اللي انت هتخش تقولها، بتكون حافظها ومسمعها اوريدي، وبرده بتبقى 5 minutes، يعني هو امتحان السبيكنج كله 15 minutes. ثالث حاجه بتبقى general conversation، اللي هي بتبقى question general، ممكن بقى يسالك في اي حاجه عامه، والمفروض برضو ان ده كله بنكون متمرنين عليه وعاملين عليه براكتس، يعني هي الفكره كلها انك تكون عملت براكتس على كل ده. اخر حاجه الامبريشن، ده بيبقى ليتنج مارك، هو الاكزامينتور بيحط مارك على الاتيتيود بتاعك او الاتيتيود بتاعك والاكسون واثقه في نفسك، الحاجات دي كلها. من خلال طبعا خبرتي في مجال الاي جي وبقالي سنين بشتغل مع الطلبه، يعني طبعا اكتر حاجه بتقابلهم او بيكون فيها صعوبه هي الرايتنج، لان هم بيبقوا مطلوب منهم في سكسيون ا يكتبوا من 80 ل 90 كلمه، وفي سكسيون 2 بيكتبوا من 130 ل 140 كلمه. الحقيقه ان ده في الاول بيكون صعب عليهم شويه، فانا ببدا معاهم الجزء اللي هو سكسيون ا بنشتغل عليها ونتمرن عليها كويس، لما بياخدوا ثقه في نفسهم ويلاقوا نفسهم خلاص اتعودوا يكتبوا من 80 ل 90 بنبدا نكتب مع بعض من 130 ل 140 كلمه. التوبيك انا هقولها لكم طبعا تبقوا عارفين ايه التوبيك، وهي مش توبيك صعبه خالص بالعكس، لكن مع التمرين انا مش بحب خالص ان الرايتنج يتحفظ، وانا برفض انه حد يقول للولاد احفظوا الرايتنج. انا طالب اي جي مش المفروض اني داخل عشان احفظ، لا انا داخل عشان افهم واكتب باسلوبي، زي التعبير في اللغه العربيه، احنا مش المفروض نخش كلنا نكتب موضوع التعبير بنفس الطريقه، لا احنا كل واحد بيحاول يعمل احسن ما عنده عشان الرايتنج بيطلع حلو والاكزامينتور يدينا درجه كبيره. دايما بقول ان احنا ممكن نقفل الليسننج والريدنج عما نقفل السبيكنج والرايتنج، لانه بيبقى متروك شويه للاكزامينتور، ممكن يختلف يبقى فيه تفاوت حسب الاكزامينتور، يعني هو حاطط ممكن درجة أقل أو درجة أكتر، لكن الريدنج والسبيكينج لا. ده آخر كيرف للفرنش، وزي ما انتوا شايفين هي التوتال مارك من 200، ولو احنا جبنا لو احنا جبنا 150 من 200 يبقى احنا كده وصلنا للايه، عشان كده احنا دايما بنقول ان الكيرف حلو، يعني احنا لو جبنا 150 من 200 يعني احنا عندنا غلطات برضو بس جبنا ايه، ولو عملنا ايفورت شويه وجبنا 170 بيبقى في الافرج ده طبعا، لان الكيرف بيطلع بعد الامتحان، بعد تصحيح الامتحان، يعني ما حدش يقدر يعرف الكيرف غير بعد ما الامتحانات كلها تتصحح ويبداوا يشوفوا مين اكتر درجات ويبداوا يقيسوا عليها الاي والاي ستار. احنا عندنا الاي ستار من 170 تقريبا، ممكن يبقى 169 ممكن يبقى 172 لما الكيرف بيطلع بنعرف، اوكي. وده طبعا الكود بتاعنا اللي هو الكود ده الكود الفرنش بتاع كامبريدج، وفي كود تاني جديد للناس اللي هتختار الجريد او التقييم بتاعهم من 1 ل 9، هيبقى الكود بتاعه 7156 سات ان سانكسيس. فاحنا عندنا لحد دلوقتي يعني الاغلبيه طبعا بيشتغلوا على الكود القديم، لكن لو في امكانيه ان احنا نشتغل على الجريدز الجديده يكون احسن من 1 ل 9 طبعا، في امكانيه ان احنا نختار.
واي ثينك ان دي حاجه بترجع للمدرسه مش للطالب، لكن يغيروكوا يبقى من 1 ل 9 اكيرد اكتر واحسن. نيجي بقى للتوبيك اللي احنا هنشتغلها مع بعض في الكورس. التوبيك اللي احنا اشتغلنا عليها طول سنين الدراسه قبل كده اللي هي الافري داي اكتيفيتي، ان احنا بنعمل اكتيفيتي، بنحب ايه مش بنحب ايه، الاكتيفيتي كلها والور كلها والهوبيز كلها، الهوايات كلها اللي احنا ممكن نكون بنعملها في الفري تايم بتاعنا، دي بنتكلم عليها طبعا باستفاضه كبيره. البيرسونال والسوشيال لايف، احنا بنتكلم عن الفامي بتاعتنا وعن الروتين كوتيديا اللي هو الديلي روتين، وبنتكلم عن الفي سكولير الحياه اليوميه او الدراسيه. The world around us، بنتكلم عن الكارتي اللي احنا ساكنين فيه الحي، وبنتكلم عن الفيل اللي هي السيتي اللي ساكنين فيها، بنتكلم عن الانفيرومون اللي هو البيئه المحيطه بينا، الشغل بتاعنا والافنير، كاسكو تو فو اتر دون لافنير، عايزين تبقوا ايه في المستقبل، كل الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها السنين اللي فاتت. بنيجي دلوقتي في بريك 10 او لو خدنا الفرنش كسبجكت نكثف شغل عليها. وعنده فيدباك كويسه بالفرنش بيخش يجيب ستار بسهوله. يعني احنا بيبقى عندي الحمد لله بفضل ربنا ناس بتاخد يعني عندها الوعي ده ان هي تبدا من 7 و8 و9 يركزوا مع الولاد في الفرنش، عارفين ان هم عندهم تارجت ان هم ياخدوا الفرنش كمادة من الثمان مواد وايه. وكتير والله بلاقي السؤال ده، ناخد ايه يا جماعه؟ خدوا فرنش، دي لغات، لغات بتنفع في كل حاجه. يعني بجد ان انت او انت معاك 2 لغه غير معاك لغه واحده، انت مميز. وبعدين انت بعدت عن الهادج بتاع كل المواد العلميه، لاني بسمع عن البايو الكيمستري الماش الشغل كتير، فالفرنش بيعتبر ماده وسط كل ده سهله جدا، مش هتبذل فيها مجهود. امتى هتبذل فيها مجهود؟ لو انت داخل مستواك ضعيف في الفرنش، هتضطر تعمل يعني دبل ايفورت، هتضطر تشتغل مكثف اكتر من الباقي، بس برضو هتوصل للستار. يعني لو انت عندك التارجت ده وحابب الماده يبقى تاخدها وتتوكل على الله، لان هي اكيد اكيد اسهل من مواد تانية كتير. يمكن طبعا انا متحيزه لمادتي شويه. ينفع اخر خطه تاني؟ تاني انا اتمنى ان الشير سكرين تبقى واضحه والصوت يبقى واضح، ولو في اي حاجه ممكن تكتبوا لي في الكومنت. كل الطلبه اللي درست فرنش هتاخد الفرنش كماده او ليفل، هتبذل فيها مجهود وكل حاجه، لا مفيش حاجه بتيجي بالساهل، يعني اكيد عشان اوصل للستار لازم اعمل ايه، بس هيبقى اسهل من مواد تانية كتير ممكن اختارها. كمان اكتسبت لغة لاني اللغات في السي في بتنفع في مجالات كتير جدا، تنفع في مجالات السفارات، في البنوك، في حاجات كتير جدا، في شركات مالتي ناشونال، فكتير كتير كتير بتفتح لهم ابواب موضوع اللغات ده. فانت كانك بالظبط رحتي، يعني ما كانش كانك خدتي ماده او ليفل، انت كانك رحتي خدتي كورس فرنش. فانت كده انت كسبت حاجتين، خدت مادة كويسة الكيرف فيها حلو، مجهودها أكيد قليل عن مواد تانية مقارنة بمواد تانية، عشان ما حدش يفهم كلامي إن إحنا مش مجهود، لا هنبذل مجهود. هنبذل مجهود من حيث البراكتس، يعني إحنا لازم يبقى فيه ممارسة وتمرين كتير. طيب اكتر اسئله الطلبه بيسالوها او بيكونوا عايزين يعرفوا اجابتها، ناخد الفرنش في اكتوبر نوفمبر ولا ناخده في ماي جون؟ اوكي، ممكن ناخده في اكتوبر، ممكن ناخده في ماي جون. طبعا مفيش في مصر ولا فبراير ولا جان ولا اي حاجه، هم بس التو سيشن دول، فاحنا ناخده في اكتوبر نوفمبر او ماي جون حسب المواد اللي احنا مختارينها. بس بحس يعني ده رأيي البحث مش ملزم لحد، انا بحس انه احنا لو خدناها في اكتوبر نوفمبر بنكون مركزين اكتر. ليه بقى؟ وسط
لما بناخد مواد كتير في ماي جون وبيكون عندنا ماث وانجلش وبيكون عندنا بايو وبيكون عندنا كيمستري، انا بحس ان الفرنش بيتوه. يعني الاولاد ما احنا بيبقى عندنا كمبيوتر ساينس، بيبقى عندنا اي تي اي سي تي، بيبقى عندنا حاجات تانية، مش مركزين مع الفرنش، مش مديله الوقت والاهتمام، في حين ان هم لو خدوه في اكتوبر نوفمبر وما كانش عندهم مواد تانية كتير هيكون تركيزهم احسن كتير وممكن يجيبوا ستار بسهوله. ده رايي، لكن احنا ممكن ناخده في ماي جون عادي. هل السيشن بتبقى هي يعني لو احنا هناخده في اكتوبر نوفمبر السيشن مش بتبقى طويله، خلوا بالكم، فعشان كده ببدا الكورس بتاعي في نص 6. يعني انا لما ببدا الكورس بتاعي 15/6 ببقى عامله احتياطي حساب انه يحصل اسبوع ما ناخدش، يحصل اي ظروف، فببقى عامله سبيس اوف تايم ان احنا عندنا وقت براحتنا ما نزنقش نفسنا. يعني مش هبدا نص 7 ومش هبدا اول 7، لا انا هبدا اول نص 6. طيب كامبريدج ولا ادكسل ولا اي كيو اي؟ انا بامانه برشح كامبريدج، ويمكن زمايلي كمان بيرشحوا كامبريدج، لان الريسورسز بتاعت كامبريدج كتير جدا لتصحيح الكوركسيون في كامبريدج فاميليير اكتر. يعني احنا ممكن نكتب ريستوران من غير تي ويحسبوها صح، يعني هم مش بيدققوا. انا عشان انا بعلم فرنسي انا بعلمه صح، لكن وقت الكوركسيون بتاعت الامتحان بيفوتوا كتير وبيكذبين. يعني الناس اللي بتقولي احنا مش بنفهم حاجه من ماركس كيم ومش بنعرف نبص فيه ولا نصلح منه ولا بنفهم منه حاجه، لا بالعكس، بصوا في الماركس كيم عشان تعرفوا ايه الاكسبتد ريفيوز، لانه حاجات كتير قوي بتبقى اكسبتد، في حين برضو ان في حاجات بتبقى ريفيوز مش مجد. يعني مش ما نشلطش الكلمه قوي ونقول هتبقى اكسبتد، لا طبعا، ممكن في حرف او حرفين. ادكسل لا، اي كيو اي ريسورسز بتاعته قليله والتيتشرز اللي بيدوه قليلين، فانا ما بنصحش بالاي كيو اي حتى وان بدا ان هو اسهل او احسن مؤقتا، ما ناخدوش دلوقتي، ممكن قدام شويه، لكن الريسورس اغلبها بتشتغل كامبريدج، هتلاقينا حتى اغلبنا بنشتغل كامبريدج، يعني الاغلبيه بتشتغل. من A ل F ولا من 1 ل 9؟ لا 9 افضل لو في امكانيه ان احنا نختار. يعني اجباري ساعات في مجال نختار. طيب لحل كتير past paper ليه كده؟ حل كتير للpast paper بيخلي تخش الامتحان تلاقي حاجه ما انتش عارفها 0%، مفيش النسبة بتختفي بتتلاشى. فأنا أحل كتير وأشوف أفكار كتير، حتى الامتحانات القديمة، يعني حتى الامتحانات القديمة لو أنا حلتها فأنا استفدت برضو. خلوا بالكم أنا بتعامل مع اللغة، يعني ممكن شكل الامتحان بيتغير لكن اللغة ما بتتغيرش، وهتلاقوا التوبيك واحدة، يعني هي في إدكسل أو كامبريدج أو إي كيو إي هي نفس التوبيك. ف كوني اني احل امتحانات كتير واصلح، هو ده احسن طريقه انا اشتغل بيها الفرنش، واقل الاحتمال ان انا اي حاجه مش عارفها. هما بيلعبوا على تريك صغيره قوي، تريك لو احنا خدنا بالنا منها واتمرنا عليها كويس مش هنغلط، انه بتكون الاجابه انديركت اندايركت، فاحنا بيحصل ايه بقى؟ بنتلخبط. لكن لو احنا متمرنين كتير واشتغلنا كتير خلاص التريك دي مش بنقع فيها. ميزة المدرس انه يكون خبرة، هو انه يكون شاف اكبر قدر من غلطات الولاد وعارف ايه اللي بيلخبطهم عشان يشتغل معهم على ده. والحمد لله يعني هو في مدرسين كتير فرنش كويسين، يمكن في الدول العربية في مشكلة شوية في موضوع التيتشر او الفرنش تيتشر، لكن موضوع الاونلاين فتح المجال. يعني انا السنه اللي فاتت اشتغلت مع الامارات والسعوديه وقطر وكان الموضوع سهل جدا، صوت وصوره ولايف واتساب وبنبعت ريسورسز وكل حاجه وبنحل وبنصحح وكل حاجه. فمجال ان انا اختار المدرس بقى اوسع عندي، اختار المدرس اللي يعجبني ومن حقي احضر واسمع الشرح واختار او اكمل او ما اكملش. كل ده بيسهل لكم جدا انكم تجيبوا ستار، مفيش حاجه. يعني لو انا مهمل ولعبي
وداخل واخد الفرنش كده عشان هو مادة اي كلام، فانا هخليها في الاخر ابقى لمها، ما بتتلمش طويلة، لازم حل كتير. ولو حد قال لك غير كده يبقى بيضحك عليه. اه احنا اتفقنا ان هي ممكن تكون اسهل من المواد العلمية، لكن محتاجة حل، محتاجة حل كتير، محتاجة ان احنا نسمع فيديو ونسمع اوديو ونتكلم، نحاول نتكلم. الناس بقى اللي داخلة خايفة تغلط، ما دام مش عارفين نتكلم زيك او نقول زيك او مش عارفين نظبط الاكسون، هو بيتعامل معاك على انك واخد فورين لانجوج، يعني مش اللغه الاصليه بتاعته، فانت مسموح لك انك تغلط، يعني هو مش مستني منك انك تروح تتكلم زيه. الاكزاميناتور بيبقوا من نفس البلد، يعني مش من بره، علشان الناس بيخافوا. هو يمكن كان في الاول الاكزاميناتور كانوا مش مصريين، لكن دلوقتي عادي، حسب، ممكن كمان يبقى من المدرسة عندك، بقى في اكزاميناتور كتير قوي مصريين ومدرسين زمايلنا يعني. فكون ان انت تقعد قدام الاكزاميناتور واثق من نفسك وعارف ان هيسألك في ايه تقدر ترد، خلاص كده انت مش مطلوب منك اكتر من كده. طبعا نحاول نقرب ان الاكسون تبقى مظبوطة قدر الامكان، وده برضو بيجي بالتدريب الكتير علشان يفهم انت بتقول ايه او انت بتقول ايه. طيب كمان احب اتكلم فيها او اوضحها لناس كتير، عشان الناس اللي مش عارفه يعني ايه دلف. الدلف دي شهاده معتمده من الكادر الاوروبي، الاتحاد الاوروبي، معترف بيها في الدول كتير، يعني تعتبر شهاده دوليه، وممكن في ناس كتير دخلت تبع السونتر كولتورال فرانسيز عن طريق مدرستهم. وطبعا اللي داخل دلف يقدر بسهوله جدا يجيب ستار، واللي ما دخلش دلف ممكن بعد الامتحان يخش يقدم ويجيب ستار. يعني احنا عندنا الدلف 6 مستويات، عشان ابقى يعني بقيت ملم باللغه ومن الناس اللي بتتقن اللغه، اللي هم البيجنر والانترميديير والادفانس. اول مستوى الاي 1 والاي 2 اللي هم البيجنر، احنا بنتكلم مع بعض في كامبريدج اي 2، اي 2 يعني احنا في المستوى الاولاني خالص. فالفرنش مش صعب، الفرنش او الكونتينت اللي عندك كماده مش صعب خالص. انت بتتكلم على المستوى الدولي ان انت في المبتدئين لسه، في البيجنر. اه ممكن تقابلك كلمات في الاول صعبه، ممكن تقابلك في الاول صعوبه وانت بتكتب، بس كل ده هيختفي تماما مع التدريب. عشان كده بقول افضل طريقه هي ان احنا نتدرب كتير ونحل الفاست بيبر كتير. بعد كده ممكن نكمل بي ان وبي دو، الناس اللي بتحب اللغه، الناس اللي حابه الفرنش، الناس اللي عايزه تتقن اكتر، ممكن بعد كده يقدموا في امتحان المركز الثقافي الفرنسي المستوى اللي بعد كده اللي هو بي ان. لو هنتكلم عن الكورس بتاعي، الكورس بتاعي بيتكون من 25 سيشن، وانا ببدا في نص 6 زي ما قلت لكم عشان ما يبقاش الوقت مزنوق. الافضل ان احنا ندخل الكورس من بدايته، ما نستناش للاخر، لان لو دخلنا في النطوج بنلاقي الناس عارفه حاجات وحل حاجات ومتدربه على حاجات، واحنا داخلين لسه بنسمع مش فاهمين حاجه، وساعتها حتى ممكن نلوم على المدرس، احنا مش فاهمين. طب انتوا داخلين من النص يا جماعه، ما اكيد اللي دخلوا سبقوكوا، هم اكيد تحصيلهم غيركم. طيب فاحنا لو التزمنا من اول بدايه الكورس والتزمنا، ليه بقول كورس، ليه مش بقول بير سيشن؟ لانه الكورس بيبقى فيه جدية أكتر وبيبقى فيه نتيجة أحسن، هي نتيجة وشي. فأنا عشان أقدر أطلع منك نتيجة أو أطلع منك نتيجة، مش هندخل 4-5 سيشن ونقول ما جبناش ستار. لا، أنا محتاجة أخد الكورس كامل. طب الكورس عبارة عن إيه؟ الكورس 5 سيشن في الأول بنشرح فيها التوبيك كلها، وبنتكلم مع بعض على الفوكابيلير والرجل دو جرامير، و وبنشغل فيديو، بنشغل باوربوينت، وبنبعت شيت اكزرسيس دو جرامير نحلها، وبعد كده بقيه الكورس بنحل باست بيبر. يعني انا بسيب الوقت والمساحه الاكبر لحل الباست بيبر عشان يبقى كله بيتمرن كتير. ما حدش يقول ما اتمرنتش ما حلتش، لا، هنحل سبيكينج، هنحل رايتنج، هنحل ليسننج، هنحل ريتنج. يعني ما حدش فيكم هيبقى
قلقان. طبعا بندي هومورك وبندي ديفوار، امتحانات كامله تتحل ونصلحها مع بعض. الكورس طبعا افضل، لكن الناس اللي بتحب تذاكر لوحدها وتدخل في الاخر ريفيجن اوكي، ما فيش مشكله برضو ان احنا ناخد في الاخر حصص ريفيجن، بس برضو لازم نلتزم بالحل الكتير حتى لو هنذاكر لوحدنا او مش هنذاكر مع مدرس. طبعا من الافضل مع مدرس عشان يمرنا. اوكي، الاسئله في الشات، فانا هحاول اخد الاسئله المهمه. How many session per week؟ هم هيبقوا 2 session per week، لان انا عارفه طبعا ان بيبقى فيه مواد تانية وانا مش بحب اضغط الطلبه. يعني انا زي ما قلت ماده الفرنش هي سبجكت هناخدها عشان نبعد عن الستريس بتاع المواد العلميه. اوكي، زي ما في ناس كده بتحب الادبي او العلمي، لا الفرنش مناسب طبعا مع كل الناس، بس بيبقى الهيدك او الستريس بتاعه اقل من المواد الثانيه. فاحنا هنمشي 2 session per week عشان يبقى عندنا space of time ان احنا نحل كتير. الجرامر، what about the grammar؟ الجرامر يا جماعة مش بيجي في الامتحان، الجرامر مش بيجي في الامتحان، لكن الجرامر ده بيكون عبارة عن ايه؟ ده الستركتور دو لا فراز. الستركتور دو لا فراز يعني انا مش هعرف اعمل writing ولا اتكلم اقول الجملة مظبوط الا لما اتمرن على الستركتور دو لا فراز. يبقى انا عشان اوصل لده لازم اشتغل على الجرامر، لكن انا ما بمتحنش جرامير. يعني انا مش هخش امتحان جرامير. انا عارفه ان مشكله الناس اللي جايه من ناشونال ما بيحبوش الفرنش، لان هم المدارس كانت بتعلم غلط جرامير 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 جرامير، والولاد مش عارفين يعملوا ايه بالجرامير ده كله، فيرب 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 وكونجيزون، وهم مش عارفين يعملوا ايه بالفيرب دي كلها، وبلاقيهم حافظين الفيربات وبيكتبوا الجمله غلط. يعني هم مش قادرين يربطوا ان احنا بندي جرامير او بنعلم الاستكتور ده فراز عشان السنتنس كلها تطلع مظبوطه، فبنلاقيهم حافظين حفظ كده للحفظ مش فاهمين يعملوا بيه ايه. كل ده الكورس احنا ان شاء الله مع بعض يعني هنشتغل صح عشان نوصل لنتيجه كويسه. الاستكتور ده فراز هو اهم حاجه، انت هتتحاسب على الجمله وهتتحاسب على الجرامر والفيربات، بس مش عندك امتحان جرامر لكن هتتحاسب عليه. طيب الناس اللي بتقول لي انه فوب اني فوب بتاعي كاتبين غلط، نوفو النيفو بتاعي بي ان باش كده، وانت باشا وانت باشا. يعني بي ان متقدم طبعا عن الكامبريدج، يعني ان كان مقرب منه بس مش اسهل كتير الكامبريدج. اذا فريش تكست بوك ويل هيلب مي، طبعا التكست بوك هيساعد طبعا وفي اكزرسيس، لكن برضو برجع تاني اقول اهم حاجه حل كتير، باست بيبر كتير، يعني علشان نوصل للستار. طبعا كل فتره لو الامتحان شكله بيتغير الناس بتفتكر انه بقى اصعب، لا مش معنى ان شكل الامتحان اتغير ان الامتحان بقى اصعب يا جماعه، يعني عادي جدا. هما احنا بنفضل برضو حتى لو شكل الامتحان اتغير بنفضل برضو نيفو ادو، يعني مش بنعلى في النيفو، عشان الناس عندها فهم كده انه شكل الامتحان اتغير يبقى الامتحان بقى اصعب، لا خالص. ممكن يكونوا زودوا جزء، نقصوا جزء، زودوا صور، شالوا صور، غيروا الشكل يعني. وبعدين انت تشتغل طبعا على الامتحانات الاخيره اللي هي 2018 و2019 اللي هو اخر شكل نازل للامتحان، فاوريدي بتخش تبقى عارف شكل الامتحان اللي هيقابلك. الامتحانات القديمه تتمرن عليها كل حاجه، مش معنى انها قديمه ما نتمرنش عليها. يا جماعه احنا بنشتغل على مستوى لغه والمستوى ثابت ادو، لو مقرب لبي ان شويه بس هو برده اقل. Would you recommend any specific books؟ لا، هو في كتب كتير كامبريدج بتنزلها، انا سبيسيفيك انه كله يبقى معاه الباست بيبر، الفور باست بيبر، لو يجيبوا المارك سكيم يبقى جدا جدا، ما فيش امكانيه يجيب المارك سكيم يبقى بيكون بيشتغل مع مدرس والمدرس بيصلح له وبيعرفه غلطات وبيدربه كويس قوي. فانا مش ريكومند كتاب معين بعينه يعني. وفي مدارس بتسلم الولاد كتب،
يعني في مدارس بتبقى طابعة كتاب باسم المدرسة، مختارة حتى امتحانات معينة من سنين معينة وحطاها. فده بيرجع لكل مدرسة ولكل طالب. الطلبة اللي بياخدوا الفرنش برايفت، احنا محتاجين نشوف في ينفع في إمكانية ان احنا لو المدرسة بتاعتنا مش بت المدرسة بتاعتنا ما فيهاش فرنش وما فيش فرنش تيتشر، هل ممكن ناخدها كسبجكت؟ اه، لأن السؤال ده جالي كتير، ينفع ناخد الفرنش سبجكت؟ اه ينفع ناخده سبجكت على مسؤوليتك مع برايفت تيتشر. وانا كان معايا طلبه برايفت ما عندهمش فرنش في المدرسه او ما عندهمش فرنش تيتشر، وانا عارفه ان يمكن دي تكون من احد الاسباب انه في الخليج او في الدول العربيه في كتير مدارس ما بتديش فرنش. خدوه يا جماعه، خدوه ما تخافوش، وهتلاقوا مدرسين، وهتلاقوا مدرسين كويسين جدا كفاءات عاليه. فخدوا الفرنش وما تخافوش، يعني الموضوع الاونلاين سهل الدنيا جدا، هتلاقوا مدرسين وهتلاقوا تسهيلات كتير قوي. فجربوا جربوا، بيبقى في ممكن اللي عايز يعمل ريتيك ويحسن، كان في ناس بتحسن من ايه ال ستار والحمد لله جابوا ستار، يعني ما تخافوش. اللي حصل طبعا في السيشن اللي فات محدش يقدر يتنبأ اذا كان هيحصل تاني السيشن الجايه ولا لا، يعني احنا ما نقدرش نعرف السيشن الجايه هيبقى فيه امتحان ولا لا، صعب جدا حد يعرف، لانه الظروف يعني الظروف العالميه دلوقتي والتغيرات اللي بتحصل ممكن في لحظه. لكن من ناحيه البريدكتيف فيت، انا كان معايا طلبه خدوه والمدرسه سمحت لهم ان التيتشر او البرايفت تيتشر ويحط البريدكتيف فيت، وانا عملت كده مع طلبه والمدرسه تقبلت ده عشان الظروف. لكن في مدارس كانت بترفض، انا بتكلم معاكم بمنتهى الامان عشان ما حدش يقول لي مدام حضرتك قلت لا، هي حاجه تسمح بده. جريد 12 ما كانش قدامهم اختيارات كتير، كان لازم حد يقيمه. How to use writing correction، انا مش فاهم السؤال قوي. ما يصلحش حلو السؤال ده، ازاي نصلح الرايتنج؟ انت مش هتعرف او انت مش هتعرفي تصلحي نفسك رايتنج، لازم تيتشر. عايز تنقل من الماركس بوينتس معينه هيفضل برضو الاسلوب. يعني ايه الاسلوب؟ التكرار يا جماعه، والناس اللي بتمارس اللغه بتبقى عارفه الاسلوب الصح. بيجوا الولاد يكتبوا الجملة غلط بس في اسلوب تاني لو كتبنا بيه الجملة هتطلع احسن. مين هيمرنك على الاسلوب ده؟ ما هو لو انت عندك مدرس كويس في المدرسة اوكي جو اهيد يصلح لك. يعني لو انت عايز تعمل اكسترا وورك او اكسترا براكتس ممكن تديله الرايتنج يصلحه. طبعا تصحيح رايتنج بيبقى مشكلة شوية مع التيتشر، بس ده اوكي ده حقك. طب لو انا ما عنديش يبقى لازم برايفت تيتشر يصلح لي رايتنج. طب الناس اللي عايزه تاخد رايتنج بس، اوكي الناس اللي عايزه تاخد رايتنج بس ممكن يشتغل رايتنج بس الاحسن ايه؟ الاحسن يا جماعه هو دي لغه. ليه بنشتغل على الاربع محاور دي؟ لانهم مرتبطين ببعض. انا لو عارف اتكلم هعرف اكتب، هعرف اقرا، هعرف ارد. يعني من اكتر التعليقات اللطيفه جدا اللي جات لي، عشان يعني ناس مش حابه تاخد الفرنش فكنت بسالهم قالوا لي لا احنا مش هناخد اللغه اللي بتتكتب غير ما بتتقري غير ما بتتقال. يعني بصراحه ضحكوني جدا، يعني مش كده، هو لغه. لو احنا تعودنا نتكلم هنتعود نكتب، هنتعود نقرا، هنتعود نرد عادي جدا يا جماعه زي ما بتعملوا في الانجليش. هو انا لما ببرمكم على الرايتنج هاي منين؟ ما انت لازم تكون اوريدي بتعرف انجليش. يعني انا كله مرتبط ببعضه. لكن لو في ناس عايزه تاخد رايتنج بس اوكي مفيش مشكله. مين هو المستهدف من هذا الكورس؟ الناس اللي عايزه تكمل الثمان مواد الاو ال. اي حد عايز ياخد مواد من مواد الاو ال انا ريكومندد جدا ان احنا ناخد الفرنش، وكل الاسباب اللي انا قلتها من اول السيشن دي وجهه نظري يعني، ودي اللي انا شفته من خلال شغل السنين اللي فاتت مع الطلبه.
طيب انا عارفه اني طولت عليكم، بس حبيت افيدكم بكل المعلومات اللي انتم محتاجينها، واتمنى جدا تغيروا رايكم. وعشان برضو اكون وصلت لكم الصوره صح، انا معايا باراجراف صغير قوي هقراه لكم وهوريكم ان الدنيا سهله مش صعبه خالص، وعشان كمان تشوفوا طريقه الشرح ازاي بنشرح وازاي بنشتغل. انا معايا دلوقتي الامتحان اهو كده ريدنج، انا هاخد جزء صغير قوي زي ما قلت لكم، بيبقى فيه جزء في الاول سهل جدا وصور، مع ذلك الناس تتلخبط على كلمات هبله جدا وبتخسر درجات، وده يعني من قله التمرين مش اكتر من كده. هقرأ لكم التكست ده وهشرحه لكم عشان تشوفوا ازاي احنا بنشتغل، تشوفوا طريقة الشرح. Salut, cette année, j'ai décidé d'essayer de travailler plus sérieusement à l'école. Je ne suis pas paresseux. انا مش عاملة شير، طب ثواني. كده المفروض صورة الامتحان قصادكم. ده امتحان ريدنج اوكي 2017، احنا بيبقى عندنا فاريانت 1 وفاريانت 2 وفاريانت 3، ده حسب الزون، يعني انت من انهي دوله. مصر زون 3 اوكي، كل واحد بيبقى عارف الزون بتاعته، الامارات كام، الكويت كام، كل واحد عارف الزون. سالو سيت اني جي ديسيدي ديسيي دو ترافايي بلو سيريوزمون ا ليكول جو نو سوي با باريسو. باريسو يعني كسلان. Mais mes parents me disent que je pourrais faire plus d'efforts. J'ai un nouveau professeur de français cette année. Il est jeune et très gentil. Je trouve le cours intéressant. Ça m'a encouragé. Encouragé, yani dernière, la voir. Je passais mon temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, il y a mon cas, le tawassul al-ijtimai, le social media. Maintenant, le soir, je prépare mes cours. Je n'ai pas l'intention d'être le premier. Le premier, yani first one. مش عايز intention. ما عندوش النية إنه يكون أول واحد. Le premier de la classe, mais je suis déjà plus content. Plus content, yani مبسوط وسعيد أكتر. Parce que j'ai fait pas mal de progrès. Pas mal de progrès, yani عملت progress مش وحش. زي ما احنا شايفين يعني تكاد تكون الكلمات الصعبة مش كتير خالص، يمكن باريسو مثلا حد يبقى مش عارفها، الانتونسيون، سيريوزمون، سيريس يكون سيريس اكتر، يعني السنة دي قرر ان هو ترافايي. ناس كتير قوي بتتلخبط في ترافايي وتفتكروا تو ترافل، وانا باكد على الموضوع ده وحطها على البيج عندي يا جماعة، ترافايي يعني تو ورك. مين اللي كاتب اللاتر ده؟ ارفي. ارفي ده اسم شخص، والشخص ده هو اللي كاتب الكلام ده. الأسئلة بتكون نيجي بقى نقف هنا شوية. الناس اللي بتحب الفهلوة، الناس اللي بتحب الفهلوة عارفاهم كتير، بياخدوا الكلمات بالشبه. انت كامبريدج قافلة الباب ده وقافلة السكة دي، مش هينفع تاخد بالشبه ولا بالفهلوة، لازم تكون فاهم اللي قريته، لازم تكون فاهم اللي قريته، عشان كده احنا بنقسمه حتة حتة وبنشرحه. لازم اكون فاهمه ليه بقى؟ عشان السؤال مش مباشر، يعني هو مش هيقول لك نفس الكلمه، هتطلع تدور على نفس الكلمه عشان تلاقي زيها مش هتلاقيها، فلو انت مش فاهم هو هيبقى حاطط بديل ليها يدي نفس المعنى. ايرفي ا ديسيدي، هو ايرفي قرر ان هو اتيدي بلو يعني ستادي، اتيدي يعني ستادي، يشتغل اكتر. لو نوفو بروفيسور ايه، هو قال le nouveau professeur اللي هو المدرس الجديد. nouveau يعني new one okay professeur teacher j'ai un nouveau professeur de français cette année il est jeune et très gentil. ما قالش سيمبا، قال gentil. فاللي هيقعد ساعة يدور على سيمبا مش هيلاقيها، لازم يبقى فاهم ان سيمبا هي gentil. فعشان كده بقول لكم حتة الفهلوة دي انسوها،
يعني ما تستسكوش. طيب لي كور دو فرونسي اللي هي السيشن بتاعت الفرنش ديرفي سونتري اونيو، اونيو يعني بورين، ولا الانتريس مينتنون، انتريس يعني بقت اميزون بالنسبه له او اميزنج، دور ترو لونتون، دور يعني بتستمر، ترو لونتون فور لونج تايم، يبقى هنختار انهي اجابه. هو بيقول ان هو بقى سعيد اكتر دلوقتي بيستمتع بيها اكتر عشان المدرس اتغير وبقى احسن، يبقى هنختار الانتريس مينتنون. لاني ديرني اللي هي لاست، لاني ديرنيير لاست يير ارفي باسي سواري، اه كان بيقضي السهره بتاعته بيعمل ايه؟ لاني ديرنيير قبل كده، عشان في ناس بتلخبط لما يلخبطني ما بين دلوقتي وقبل كده. وخلوا بالكم احنا معانا بريزون وباسي وفيتشر، لازم اكون متمكن اني اقدر اكتب باست، اقدر اكتب في الفيوتشر، اقدر اكتب في البريزنت. Je trouve ces cours intéressants et ça m'a encouragé. يبقى هو بقى يلاقي ان الكور انتريسون. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux. هو ما قالش sur l'internet، وهي دي الحاجات اللي احنا هنشتغل عليها يا جماعه. عشان كده بقول لازم مدرس او مدرس كويس في المدرسه يساعد الطالب وياخد بايده انه ما يتلخبطش في الحاجات البسيطه دي. اللي هيدور على كلمه انترنت مش هيلاقي كلمه انترنت، لكن اللي فاهم ان الريزو سوسيو هي انترنت هيقدر يختار الاجابه مظبوط. لا السنه اللي فاتت ازاي الانترنت كان بيستخدم الانترنت، يوتيليزي يعني تو يوز. واخر سؤال مانتنون ايرفي لو بروميير دو لا كلاس سو سون ميو في موان دو بروجري. هو قال انا ما عنديش الانتونسيون اكون لو بروميير دو لا كلاس، مش عايزه ابقى الاول، انا عايز بس اعمل بروجريس. فهو في موان دو بروجري كان بيعمل بروجري اقل، لا ده هو بيحاول يحسن من نفسه وبيعمل بروجري اكتر، يبقى سو سون ميو. يبقى انا هختار انهي اجابه؟ سو سون ميو. نحاول نفهم، ولو فهمنا هنستفيد. ننسى الفهلوه وننسى الحفظ. الحفظ ده في مرحله متقدمه، يعني بعد ما اكون فهمت هقول لكم احفظوا كذا احفظوا كذا احفظوا كذا. فوكابيلير هيساعدكم، فيربات مهمه وال وجمل مهمه برضو لو حطيناها هتفرق جدا في الرايتنج. انا برضو شايفه لسه في اسئله تيجي، فهحاول اخد مجموعه اسئله ثانيه. في الناس اللي عايزه الريكورد ممكن يتواصلوا مع اداره الموقع اللي هم طبعا. انا بشكر وي تيتش جدا ان هم ادوني الفرصه اني اتقابل بيكم واشرح لكم ان الفرنش ده ماده كويسه جدا. الفرنش في الاي ال بيوازي البي ان، اللي عايز ياخد الفرنش في الاي ال بيوازي البي ان. الريكورد ممكن تطلبوه من وي تيتش. الناس اللي بتسال على ويب سايت ممكن يساعدوهم في الفرنش، اه في فيديوهات كتير ومواقع كتير. اكتبوا نيفو ادو هتساعدكم، فيديوز كتير جدا لناس فرنساويين من بره، وفي حاجات معموله للتوبيك مخصوص، وده اللي انا بعرضه بجد بجد مفيده جدا جدا. لازم تسمعوها كتير عشان تتعودوا على الطريقه اللي بيتكلموا بيها. مهما كان المدرس شاطر فهو في الاخر مصري، لكن الفرنساويين هيكون في اختلاف شويه، فاحنا نحاول نسمع الاكسون بتاعتهم وطريقتهم. ده انتوا كده حتى مكسب ليكوا انتوا، يعني انا حتى بدي لينكات الفيديو وكده في السيشن بتاعتي، حلوه جدا ومفيده جدا، ويا ريت كلكم تسمعوها. سايت نيم يعني هو ما فيش سايت نيم معينه، بس ممكن تعملوا سيرش لانه في كتير. اوكي ناس بتقولي ثانكس، انا كمان ثانكس ليكم جدا، واتمنى بجد انكم تكونوا استفدتوا وما تخافوش من الفرنش. وعلى فكره ليا بيج على الفيسبوك، واي اسئله واي وقت ممكن تكلموني واتساب ما فيش مشكله، او تتواصلوا مع وي تيتش. وزي ما اتفقنا يا ريت الكورس نبداه من الاول، ما نخشش من النص عشان نوصل لاحسن او اقصى استفاده. ميرسي ليكم جدا وميرسي لوي تيتش.
طيب في حد عايز يقول حاجة قبل ما نقفل؟ اتفضل. اوكي. طبعا احنا نحب نقدم شكر خاص لمدام منى على المحاضرة اللطيفة دي اللي شرحنا فيها مضمون السيلبس وتقسيمة الدرجات وازاي ان الكيرف لطيف عن باقي مواد تانية كتيرة، وكمان ان انتوا تقدروا تحققوا فيها ستار بسهولة ان شاء الله. وكمان نحب نشكر حضوركم معانا، ونحب نقول لكم ان هو في اكسترا برسنتج اوف، وتقدروا تتواصلوا معانا على الفيسبوك بيج. طب او كويس، ده انتوا عاملين مفاجأة حلوة اهو. ما دي مفاجأة للناس اللي داخلين معانا من الأول وهكذا. وتقدر كمان تتواصل معانا سواء على الفيسبوك بيج وي تيتش أو على الواتساب، هكتب لكم الرقم في الكومنتس. وكمان نحب نفكركم إن هو إن شاء الله الساعة 6 في كلاس بيزنس مع دكتور سوها حافظ، وبعديها هيبقى في كلاس الساعة 7 مع دكتور سوها حافظ بالنسبة للإيكونومكس برضو. ونحب نشكر حضرتكم مرة تانية. طب معلش، في سؤال جه ممكن اجاوبه بس سريعا، انا اسفه بس هو لسه واصل حالا. ما فيش مشكلة حضرتك، خدي وقتك. شكرا. في حد بيقول لي انا ممكن ادخل الفرنش فروم ذا سكراتش، يعني ما خدش فرنش قبل كده. سؤال مهم. الناس اللي ما خدتش فرنش خالص، فانا مش هينفع انط على اي 2 از اف ان انا هدخل اموت نفسي، يعني ايه؟ هعمل دبل ايفورت عن اي حد تاني لاني هاخد اي 1 واي 2. اللي عنده استعداد لده، اللي عنده استعداد لده، مش اي حد عنده استعداد لده. لكن لو انا عايز اعمل ده هعرف، يعني مش صعب اني المه A1 من A2، مش بعيده. فانت بس كل الحكايه انك هتاخد تو ليفل، يعني هم اخدوا A1 فداخلين على A2 فهيبقوا مرتاحين اكتر، انت هتاخد A1 و A2 مع بعض. طيب في حد اداره وي تيتش حطت لكم اللينك والبيج عشان تقدروا تتواصلوا معاهم او تحجزوا، وميرسي لكم مره ثانيه وبالتوفيق، وان شاء الله سيشن سعيده على كل الستودنتس، وميرسي قوي.